السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخواني في إندونيسيا، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا على حسن استضافتي. نشكر الإخوة في مؤسسة KMRB وجميع المؤسسات التي تعاملت معها لتسهيل اللقاءات التي كنت فيها معهم. نشكرهم على حسن الاستضافة، نشكرهم على حسن التعامل، جزاهم الله تعالى خيرا وبارك فيهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا رمضان بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا في المسجد الأقصى ونصلي فيه صلاة قبل الممات، وأن يجمعنا على سرر متقابلين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم جزيل الشكر وبارك الله تعالى بكم.